موعد جديد للصحف عبر الرياضية. أنا محمد خاتم، السلام عليكم. أقدم لكم هذه الحلقة من الصحف وفيها العديد من العناوين والتفاصيل الرياضية المهمة، وكذلك متابعة مستمرة كما عودناكم في الصحف ومتابعة للمستجدات الرياضية في كل مكان. يعني اليوم مطار ملك خالد شغال على يعني الرياضيين من كل مكان يقدمون، حيث حفل الهيئة العامة للرياضة بعد تأهل المنتخب السعودي أو على عقب تأهل المنتخب السعودي لكأس العالم، والحديث عن العديد من النجوم. رئيس الفيفا وصل، بقي اللاعبين النجوم الأسماء الكبيرة الذين قدمت لهم الدعوة خلال الأسابيع الماضية هم على أعتاب الوصول أيضا لحضور هذا الحفل الكبير، الحفل المنتظر. العديد من أيضا الأخبار المهمة المرتبطة مثلا ببطولة الخليج، باستعدادات الأندية، بنتائج البارحة، بفيلانوفا، بأيضا ما سيكون اليوم في الدوري أيضا، وتفاصيل أخرى وتقارير واختيارات من صحف هذا اليوم اختارها الزملاء في الإعداد لنناقشها مع ضيفنا في هذه الحلقة عبد الرحمن الجماز، الكاتب والناقد الرياضي. عبد الرحمن، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا، وإن شاء الله نكون ضيف خفيف ظل على أكيد قناة الرياضية. حياك الله عبد الرحمن، شرفتنا. الحديث أيضا عن سؤال حلقة أو استفتاء الصحف لهذا اليوم الذي اختاره الزملاء وكتبوا فيه: برأيك ما هي أسباب تردي نتائج النصر بالجولات الأخيرة في الدوري السعودي للمحترفين؟ الخيارات على النحو التالي: غياب الإدارة، اللاعبين، الجهاز الفني. إذن إلى ماذا تعزو تردي نتائج الفريق النصراوي بالتعادلات تحديدا في الفترة الأخيرة؟ الخيارات على النحو التالي: غياب الإدارة، ومن ثم اللاعبين، أم الجهاز الفني. هي خيارات ثلاث شاركوا فيها، وكذلك يعني إذا كان في آراء مفصلة تحت هذه التغريدة أو في هاشتاج صحف الذي يظهر أمامكم الآن على الشاشة. إذن هذا هو الاستفتاء. في نهاية الحلقة إن شاء الله يعني راح نعلن النتائج والحديث عن بعض التفاصيل في الشأن النصراوي بعيدا نتيجة التعادل الأخيرة أيضا وتفاصيل أخرى، ولكن أيضا بعد ما نشوف مع ضيفنا المانشتات الصحف الرياضية والصفحات الأولى للصحف والصفحات الرياضية لهذا اليوم. من صحيفة الرياضية: الهلال يمنع الحبسي من المشاركة في خليج 23. تركي آل الشيخ رئيسا للعربي، جوستافو النصر غاضب. الريال بطل العالم. من صحيفة الرياضي: مول يا عين، أغني يا ليل، فيلانويفا شالهم شيل، كهربا ممنوع من الأهلي، الطيب كارثة الاتحاد لن تتكرر، العمانيون للهلال تكفون. من صحيفة الحياة: شبح خصم النقاط يهدد النصر، العميد يشدو ألحان فيلانويفا. من صحيفة الجزيرة: الفيحاء يقابل الهلال في لقاء الطموح المتباين، الأهلي يتنفس أخيراً، والمدرب ونائب الرئيس يتفقان، نعاني أزمة ثقة في بطولة الدوري، الأهلي يتصدر، والاتفاق يتلقى رباعية جديدة، الاتحاد يواصل صحوته بثنائية في الباطن، الغيابات تدفع دياز إلى الاستعانة بثلاثي الأولمبي أمام الفيحاء، مدرب الأهلي يكافئ اللاعبين بإجازة بعد نقاط الاتفاق. من صحيفة عكاظ: التعاون والفتح حبايب، وبثنائية الباطن جاكم العميد، مسيرة تاريخية مع الأهلي الجاسم، 200 مباراة من الإبداع في دوري المحترفين، التمياط يقف على استعداد الأخضر، إدارة الوحدة تبحث عن الجمعية العمومية. من صحيفة الرياض: بيتزي يقترح مواجهة الأخضر لألمانيا قبل المونديال، جوستافو يرضخ لمطالب الأولمبي، والغامدي يواصل الغياب، الاتحاد يرد اعتباره أمام الباطن،
والفتح يفرض التعادل على التعاون. من صحيفة الوطن: صحوة الفيحاء أمام صدارة الهلال، عسيري يوجه رسالة لليبروف، وآمال الأهلاويين بالدوري تتجدد. من صحيفة اليوم: في الاتفاق تنشد عن الحال، هذا هو الحال. من صحيفة مكة: نجوم الموسم الماضي من أيقونات إلى متفرجين، الهلال يبحث عن استرداد الصدارة بالفيحاء، تجربة الماكينات الألمانية تغري أخضر خليجي 23. من صحيفة المدينة: فيلانويفا واصل الصناعة، والعكايشي والعرياني سجل الهدفين، هذا الاتحاد انتصارات في ازدياد. آل الشيخ: من حق الاتحاد منع الأنصاري من الخليجية. عدنان: تعرضت للضرب في هدف الباطن. فيلانويفا: جاهز للفيحاء وتبديلي ليس للإصابة. إذن هذا صوت الزميل دريس الحمد على المانشيتات الصحف والصفحات الأولى لهذا اليوم. عبد الرحمن، طبعا أنتم في الرياضية اخترتوا الهلال يمنع الحبسي من المشاركة في خليجي 23. في التفاصيل حسب حمد السويلحي أن الإدارة الهلال تتجه إلى تقديم اعتذارها للاتحاد العماني حول عدم إمكانية انضمام الحبسي، والحديث على أنه لم يأتي خطاب رسمي حتى الآن، وإن أتى فالرفض بالنسبة للهلاليين جاهز. هل هذا هو خبر الموسم، خبر اليوم بالنسبة للرياضية على اعتاب بطولة خليج، أهمية الحبسي بالنسبة للهلال؟ كيف يعني أو على أساس تم اختيار هذا الخبر رغم وجود مباراة الاتحاد مثلا البارحة؟ طبعا بجولة في العناوين والصحف أعتقد أن هذا هو العنوان الموفق، قدم معلومة جديدة للقراء بحكم أن مباراة الاتحاد هي حدث وحدث مهم بالنسبة للجماهير وبالنسبة للجماهير الاتحادية وبالنسبة لمتابع الدوري السعودي، هذا ما فيه شك. لكن أن تقدم الرياضية، هذا ليس انحياز للرياضية بالطبع، لكن تقول موفق أكيد الحين. لا الانحياز ليس لأني أعمل في الرياضية مثلا، لكن لأنه هذا ربط ما بين مشاركة الخليجية المنتخب العماني والمنتخب ووجود نادي الهلال أيضا مشاركة مستمرة في الدوري السعودي. وجهة نظر شخصية، أنا لا أرى مبررا لنادي الهلال أن يمنع مشاركته، خاصة أن الهلال. ندخل في تفاصيل الخبر، بس إن يعني أنتم في العنوان تفكرون بهذه الطريقة أن الهلال علم بذاته، الحبسي علم بذاته. نعم. خليجي 23 هو مناسبة أيضا مهمة. مناسبة مهمة للجماهير. إيه، في الثلاثة هذه كلها اسماء بياع أو مصطلح يعني مفردات لها قيمة. خبر يتصدر خبر الصحيفة بحكم أن مباراة الاتحاد. طيب تعتقد أن خبر جديد ولا البارح تدور يعني تم مداولته على شكل واسع؟ يعني كان البارح نفس الخبر ونفس الفكرة على مستوى البرامج الرياضية وكذلك على مستوى وسائل التواصل الاجتماعي. على الأقل الخبر في الرياضية كان مكتمل العناصر. يعني في حالة هو مصدر من نادي الهلال، في حالة تقدم الاتحاد العماني بخطاب فإن الرد الهلالي سيكون بهذا الشكل. تقصد أنه مكتمل الأركان الخبرية؟ نعم. أنه موجود في البداية مصدر أو نعم مسؤول هلالي أوضح للزميل المحرر حمد السويلحي، وهذا ما جعلك تأخذ العنوان. اختيار الصورة الرئيسية، اخترت صورة فيلانوفا، يعني تعتقدون انها كافيه لتغذيه لما كان البارحه؟ نعم، هو كان نجم نجم الحفل، حتى يعني ما كان في صوره، يعني ما كان في عنوان لها. الصوره هي عنوان عاده الرياضيه، الصوره هي عنوان في بعض المباريات في بعض المناسبات، خاصه لما يكون الخبر الرئيسي متواجد يفضل ان يكون الخبر دائما للمصور سعد العنزي. طبعا في حال وجود صوره افضل في مثلا المراكز الاعلاميه من خلال طبعا اي المناسبات حتى لو في التمرينات وفي صور خاصه لمصوريكم، تفضلون ماذا في هاللحظه رغم وجود مثلا الافضليه في جوده الصوره او في يعني فكره الصوره لصالح المركز الاعلامي؟ تنحازون لمن؟ طبعا الانحياز عاده لم تكون الصوره خاصه بمصور الصحيفه
لكن هذا لا يمنع أيضا إذا كانت الصورة أجمل من الصورة اللي قام تصويرها مصور الصحيفة يتم اختيارها. لكن الصورة التي تكون عن طريق مصور الصحيفة يضمن لك على الأقل خصوصيتها. لأنها لا تكون ما راح تكون في مكان ثاني. ما تكون مكان ثاني. انصدمتوا في بعض الصور اللي اخترتوها، توقعت إنه حالكم اخترتوها من المراكز الإعلامية وفجأة لقيتوها في صحيفة ثانية أيضا متصدرة. في حالات نادرة، لكن عادة ما يتم حتى اختيار الصور. هناك العديد من الصور أيضا المراكز الإعلامية اللي تبثها المراكز الإعلامية صور جميلة لكن لا أحد ينتبه لها، ربما لكثرة المراكز الإعلامية اللي أيضا الصحف المتخصصة قلتها. أيضا هذا لا يعني أن الصورة التي يتم اختيارها في الصحيفة يتم عليها اجتماع التحرير في الصفحة الأولى، يعني ويتم اختيارها بعناية. مسألة اختيارات أو الصور للمراكز الإعلامية دائما يحفظ الحق الأدبي لها؟ دائما في الرياضية. هذا الرياضية عندكم يحفظ؟ هناك أشياء يعني أدبيات، خلينا أدبيات مشددة يعني. وأكثر الصحف أيضا يعني يركزون على هذا الأمر من باب حفظ الحق الأدبي. طيب سبق أنه صار نوع من العتب من بعض المراكز الإعلامية أنه هذه الصورة كان مفترض، أو يحرصون المراكز الإعلامية أن يتابعون يعني عملهم ويتابعون الصحف اللي تستعير صورهم فبالتالي يطالبونها على الأقل بالحق الأدبي؟ لا، عادة اللي يتم الملاحقة أو مساءلة الصحيفة الصور التي تكون يعني تنشر أحيانا في مواقع في مواقع إلكترونية ويتم الاستعانة بها بعد الصحف في الصحف مثلا أو ويتم نسيان الاسم أو عدم إعطاء حقه بتدين اسمه على الصورة في الصحيفة. يعتبون ولا يتحركون بشكل يعني قانوني؟ أحياناً كل الاتجاهين كل الاتجاهين. في أحيانا من يكتفي بالاعتذار صحيفة مثلا، وفي من لا يطالب بحقه المادي ويتم تعويضه من لدنكم؟ إيه يتم تعويضه. سبق أن صارت عندكم حالات زي سبق إيه. حالات كثيرة يعني قبل يمكن سنتين أو ثلاث سنوات تم تعويض مصور تعويض مادي باتفاق جنتلمان ولا بالرجوع للجهات القضائية وزارة الإعلام مثلا والنشر؟ لا، بعد الرجوع للجهات المختصة أيضا فضلت الصحيفة والمصور المشتكي حل الأمر وديا وتراضيا يعني. هل الصورة هي من تكتب المانشيت ولا المانشيت يكتب الصورة؟ إذا كان عندكم صورة مميزة يعني تجعلونها هي المانشيت لأن الصورة مميزة وبالتالي يعني تكيفون الصفحة الأولى على أساسها، ولا العكس أحيانا تبحث عن أي صورة تكمل الفكرة الرئيسية للمانشيت من اجتماع التحرير؟ أو البحث عن الخبر والصورة يعني بالتزامن. نبحث عن الصورة المميزة أولا، وأيضا نبحث عن الخبر يعني التحضير يتم له من وقت مبكر يعني. بالنسبة لل يعني الصفحة الرياضية مثلا يعني احيانا تكون ما عندكم اعلان ابدا في الصفحه الاولى، لاحظناها حتى في حلقات ماضيه ما كان في اي اعلان للرياضيه. اليوم مثلا عندكم تقريبا اثنين اعلانين في الصفحه الاولى على عمودين، وهنا تقريبا على ثلاثه اعمده في نوع من وعلى ترويسه الصفحه الاولى ايضا. هل الاعلان يتعافى؟ هل هذول يجاملونكم؟ وش اللي يصير بالضبط؟ لو عادة الإعلان يرتبط بالأحداث يعني بالأحداث المباريات، تعودنا في الفترة الأخيرة في الرياضية المباريات اللي تخص مثلا الفرق الكبيرة الاتحاد الهلال الأهلي النصر يكون المعلن موجود ومشروط يعني في يوم المناسبة. ما عاد في موسميين أو يعني دوريين يقول لك والله أنا العقود السنوية والنصف؟ لا، موجودة العقود السنوية والنصف السنوية مثل الإعلان اللي مع مرافق مع التلميذ الرياضي. هذا إعلان يعني نص موسمي للتو بدأ للتو. طيب أنتوا تركزون على المحتوى الخبري في الصفحة الأولى إيمانا منكم أنه القارئ لم يعد ذا نفس طويل في قراءة الداخل، فبالتالي كثير من الأخبار بتفاصيلها في الصفحة الأولى. عبارة عن أهم الأخبار تتصدر الصفحة الأولى، وايضا تكون منصه للاخبار التي بالداخل للاخبار المميزه التي بالداخل لابد لا نغفلها، وايضا هذا يخلق تنوع في الصفحه الاولى. لكن عاده الاشارات في الصفحه الاولى تكون من غالبيه الصفحات اللي بالداخل للتنويع عن الاخبار المميزه. طيب ترافولتا طبعا في الرياض، هو يقول انتظروا فيلمي في الرياض، الى اي وش المساحه اللي ممكن تضعونها للاخبار الفنيه وال يعني والشعبيه والتفاصيل هذه؟ لها اعتبار اصلا ولا الخبر يفرض نفسه؟
هو الخبر يفرض نفسه، لكن سياسة رئيس التحرير مؤخرا الزميل بتال القوس انه الاولى لابد ان تكون يعني ملمه بجميع الاخبار الموجوده في الصحيفه. ايضا هناك صفحات متخصصه الان في الرياضيه لابد ان تتضمن الصفحه الاولى اشاره الى محتوى او جزء من المحتوى الاهم في الصفحات الداخليه. عبير الاخضر سيهزم روسيا، هذه في صفحه التلفزيون موسيقى وتلفزيون. موسيقى وتلفزيون هذه ايضا نافذه جديده. نافذه جديده، صفحات متخصصه سينما، هناك ايضا ميديا سبورت، صفحه يوميه متخصصه وابل الصقور والابل. كل صفحات متخصصه ايضا العاب مختلفة. لا لها جمهورها ولا هي مجامله او دور تنموي او دور وطني تؤدونه في الصحيفه؟ والله يعني تقيسون هذا الامر؟ تجمع الثنتين، لها متابعين لكن لها متابعين متخصصين، يعني لا نبالغ نقول انها مثل متابعين كرة القدم. أكيد. الشعبية الجارفة هي كرة القدم بالتأكيد، لكن لا يمنع هذا ان الرياضية تقدم لهم جرعات يومية مهمة، ايضا تزامنا مع الحراك اللي يجري في المجتمع السعودي عامة. الويندوز او النوافذ في على الصفحة تقريبا في اربع نوافذ، هذه مش سياسة إخراجية ثابتة عندكم في الرياضية؟ متحركة، هذه سياسة متحركة، دائما الصفحة الأولى متحركة عندكم؟ متحركة، الإشارات فيها متحركة حتى ما تكون روتينية بشكل يومي ومملة، يعني نحرص فيها أن يكون فيها التنوع، وأعتقد أنه غالبية الصحف ما عدا الصحف ممكن السياسية اللي ثابتة بشكل. ممتاز، خلينا بس أيضا في عندنا عاجل، طبعا قلنا قبل بداية الحلقة أنه جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، رئيس فيفا، قد وصل إلى الرياض قبل ساعات، هو الآن في يعني في استقبال خاص من خادم الحرمين الشريفين، نعرض الصورة شباب، نعم، مع معالي رئيس هيئة الرياضة، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ، ويعني في استقبال رسمي وعلى مستويين المستوى السياسي والرياضي لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو، والذي وصل للرياض قبيل ساعات إذا خادم الحرمين الشريفين، والذي استقبل الرياضيين السعوديين بعيد تأهلهم لكأس العالم قبل أشهر، اليوم هو يستقبل في مكتبه رئيس فيفا جياني إنفانتينو في الرياض. إذن هذا هو الاستقبال. احنا نرجع للصفحات الرياضيه، ولكن يعني وش يمثل هالاستقبال؟ يعني يستقبل الملك سلمان في مكتبه رئيس الفيفا اللي تو وصل، هو دائما يلتقي بزعماء العالم ولكن في هذا التوقيت وبهذه السرعه حتى. هذا يؤكد شيء واحد، انه القياده الرياضيه حفظها الله بدا من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان اتخذت قرارا واضحا في دعم الرياضة وفي جعلها أيضا في قمة أولويات التي تدعمها، وهذا بدأ واضح جدا وبشكل جلي مع تولي الأستاذ تركي آل الشيخ مسؤولية قيادة المؤسسة الرياضية في السعودية. من الواضح جدا أن القيادة السعودية والقيادة الرياضية أيضا ترسل رسالة هامة إلى المجتمع الدولي، إلى المجتمع الإقليمي الرياضي يعني تحديدا، إلى الشباب السعودي أن الرياضة السعودية هي محط اهتمامنا ومن ضمن أولوياتنا. ممتاز. اليوم أيضا حضوره بعيدا عن الاستقبال الرسمي، هو سيكون مع الرياضيين في الحفل الكبير، أن يحضر رئيس فيفا لحفل له علاقة بأن يعني يحتفل السعوديين بتأهلهم، مش قيمته؟ هل هذا يمثل دور مثلا دور حاضر أو إرادة زي ما قلت في الاتحاد الدولي من قبل السعوديين؟ بالتأكيد الأستاذ تركي آل الشيخ من الواضح جدا أنه يريد أن يعيد الرياضة السعودية إلى أيام فيصل بن فهد من خلال أيضا علاقاتها الدولية سواء في فيفا أو الثقل، وإعادة الثقل السعودي إلى
الواجهة من جديد. وهذا واضح يعني من خلال أيضا استقطابه للعديد من النجوم، من خلال إعداد العديد من الأكاديميات، العقود الهائلة التي أبرمها مؤخرا، من خلال أيضا البطولات التي ستحتضنها المملكة العربية السعودية في القريب العاجل. ممتاز. طبعا الهيئة العامة للرياضة يعني أو حتى واس بثت هذا الخبر لاستقبال خادم الحرمين الشريفين لرئيس فيفا، وكان قد استقبل في البداية في مطار الملك خالد الدكتور عبد العزيز، استقبل الرئيس جياني إنفانتينو، وهذه صور من استقباله أصلا في المطار الرياض قبيل أو قبل أن يذهب إلى خادم الحرمين الشريفين والذي استقبله برفقة معالي رئيس هيئة الرياضة تركي آل الشيخ، وكذلك بحضور العديد من الوزراء والمسؤولين، وبحث سويا مجالات التعاون المشترك بين الاتحاد الدولي لكرة القدم والهيئة العامة للرياضة، وأيضا استمعوا إلى حديث لخادم الحرمين الشريفين، واستعرض سويا يعني برامج الاتحاد الدولي، واستعرض جياني برامج الاتحاد الدولي ومجالات التعاون المشترك مع الكرة السعودية. سنواصل الحديث عن هذا الموضوع وغيره من المواضيع، ولكن بعد فاصل قصير. يمثلون بلدكم وبلدكم كما تعرفون، نتشرف جميعا بتمثيله قبلة المسلمين بلاد الحرمين من طلق العروبة، لذلك أنتم فوزكم هذا مكسب لبلدكم. وعلى كل حال يعني ما هو سهل يوصل شيء دولي مثل هذا، ومحبكم يغبطكم عليه، واللي حاسدكم يعني يزول حاسده. لكن مع هذا كله أقول اعتمدوا على الله قبل كل شيء، واعملوا جهدكم كله، العلم عند الله، وأتمنىكم مرة ثانية التوفيق، وأن ترجعوا لبلدكم سالمين غانمين، والحمد لله وشكرا. مهرجان الملك عبد العزيز للإبل الثاني صياهد الدهناء الرياض من 14 ربيع الآخر حتى 15 من جماد الأول 1439 هجرية للأسرة ولعشاق الإبل والصحراء. زورونا. وسهلا فيكم من جديد متابعي السعودية الرياضية، متابعي صحف أينما كنتم، يعني متابعة مستمرة في الصحف لما جاء في الصحف الرياضية ومستجدات الرياضية. ولعل ما استجد هو استقبال خادم الحرمين الشريفين في مكتبه في قصر السلام لجياني إنفانتينو، وهو رئيس فيفا رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، ويعني استعرض معه أبرز برامج الاتحاد الدولي لتطوير لعبة كرة القدم ومجالات التعاون المشترك بين الاتحاد الدولي لكرة القدم والهيئة العامة للرياضة في المملكة. وكان رئيس الاتحاد الدولي قد وصل إلى الرياض قبل ساعات، وكان في استقباله في المطار رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم دكتور عادل عزت، ويعني
منتظر العديد من الاجتماعات وكذلك حضور مناسبة المنتظرة. هذه صور من داخل الاجتماع أو استقبال خادم الحرمين الشريفين لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، ومنتظر أن تكون الساعات القادمة حافلة أيضا للرئيس الرئيس فيفا، والذي يعني يلتقي بالرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة وكذلك رئيس الاتحاد على نحو منفصل، وكذلك حضور مناسبة تعنى بتكريم المنتخب السعودي والاحتفال بالمنتخب السعودي المتاهل قبل أشهر لكأس العالم في روسيا. ورحب بضيفي من جديد عبد الرحمن الجماز الإعلامي الرياضي، حياك الله. الله يحييك. يعني اليوم سولفنا في الرياضية بما فيه كفاية، أعطيناها أكثر الوقت. طيب الرياضي في البداية ضايقكم أن النادي ما عاد موجودة بصراحة، ولا يفرحكم يريحكم شوي أنه منافس واحد في السوق أكثر من اثنين؟ لا، وجود منافسين أفضل، يعني يمنحك تحفيز أكثر أفضل. وجود منافس واحد ممكن يدخل حالة من الاسترخاء، لكن نحاول إن شاء الله أن نكون حتى لو ما في منافسين، حتى لو الرياضية تعمل بدون منافسين، هناك محاولة وجهود من الزملاء بصراحة أنهم يعني يخرجون الجريدة بشكل. حرصتوا على استقطاب شريحة النادي أو متابعي النادي يعني حين توقفت؟ حرصتوا على استقطاب، كان في نوع من العراق بينكم وبين الرياضي عليهم؟ يعني كان هذا أصلا في أولوياتكم؟ لا. أنه اليوم وقفت النادي معناته في جمهور أو في قراء للنادي متلقين اليوم يحرص عليهم؟ لا أبدا، لم يطرح هذا الموضوع إطلاقا. ما تشوف أنه كان المفترض يطرح بهذه الطريقة، ولا أنه يعني هناك نوع من الاكتفاء؟ هذا لا يمنع أن الصحيفة دائما، أي صحيفة خلينا نتكلم عن أي صحيفة بعيدا عن الرياضية مثلا، أي صحيفة تحرص أنها تدعم طواقمها التحريرية بأفضل المتواجدين. لكن الرياضية يعني كانت حريصة حتى بتواجد النادي أو بتواجد الرياضي أنها يكون الأفضل على الأقل لديها بحكم ريادتها في وأسبقيتها في السوق السعودي. هل هذا على مستوى استقطاب القراء أو المتلقين؟ هل استقطبتوا صحفيين محررين؟ لقيتوا مثلا السوق اليوم يعني ترك لكم أسماء جديدة كانت موجودة في النادي؟ حتى الآن لم يتم استقطاب أسماء جديدة. هناك نوع من، لكن هذا لا يمنع أن الرياضية تبحث على الأفضل. أي شخص ترى فيها إمكانية لتقديم محتوى جيد أو لتقديم خدماته وبالتالي كسب مزيد من القراء، هذا أكيد أمر مرحب فيه. روعكم استسلام النادي هذا، يعني حسسكم أنه الدور عليكم بحكم أنه القراء يعني في تناقص، بالإضافة لأنه شريحة الشباب توجههم في سلوكياتهم القراءة مختلفة اليوم. أكيد هذه حالة عالمية. هي حالة عالمية، لكن بحكم أن الرياضية تتبع شركة عملاقة، حتى النادي كانت تتبع شركة عملاقة أيضا، مؤسسة عملاقة. ربما هناك رؤية مختلفة في مجلس الإدارة. ترى أن المؤسسة العملاقة أو الشركة العملاقة تعطي حصانة بالتأكيد بالتأكيد، لكن هذا لا يمنع أن هناك حالة إعلامية أيضا. الآن الاهتمام في كل وسائل الإعلام بدأ ينصب على الإعلام الرقمي، بالتالي لأنه هو المستقبل، لابد من قراءة المستقبل، لابد من نشر المحتوى في أكثر من وسيلة. لكن المفارقة العجيبة أنه الآن الصحف الورقية عالميا حتى إذا كانت تفقد يوميا نسبة من قرائها، فإن المحتوى أيضا أصبح وصوله إلى القاري أصبح أكثر بحكم تنوع منصات التواصل. صحيح. ووصوله هذا تحرص عليه يعني الرياضية والشركات الأخرى يعني. صحيح. طيب الرياضي قالت اليوم في منشتها الرئيسي، شوف سوى الشباب، مول يا عين وغني يا ليل، فيلان ويفا شالهم شيل، وضعت صورة يعني صورة اللعيب فيلان ويفا، ويعني كتبت في أيضا في داخل المربع الصورة عندما وضعت صورتين إضافيتين للاعبيه، قالت قاد الفريق للفوز وقال كلمته في الحفر، كهرباء ممنوع من الأهلي. وكانت هذه هي المادة الرئيسية لصحيفة الرياضي مباراة البارحة. عبد الرحمن، يعني الحديث عن هل
يعني عن الرياضي تحديدا تصميمها في صفحتها الاولى، الرياضي لا تضيف اي محتوى خبري دائما في صفحتها الاولى، تكتفي بالصور والعناوين وايضا العناوين الشعبيه. هل هي مدرسه يعني ما فيها محاوله منكم من كل صحيفه لسحب الاخرى لمربعها؟ وش اللي صاير؟ هي طبعا هذا نهج ونهج تحريري للزملاء في صحيفه الرياضي، سواء اختلفت معهم او اتفقت معهم يظل هذا نهجهم، وهم الاعرف باحتياجات صحيفتهم. هو العنوان الشعبي كان مسيطرا على الصحف، ليس الصحف الرياضيه، ايضا الملاحق او الصفحات صحيح. الرياضيه في لسنوات مضت صحيح. الان بدا يتلاشى شيئا فشيئا. انا شخصيا بعد تجربه الرياضيه كانت لها تجربه ايضا فيها قريبه، ما كانت بعيده، تجربه ما قبل بالتاريخ خلينا نقول، واثناء تقريبا حتى فتره عيد كان في نوم لا فتره الاستاذ سعد المهدي، فتره عيد كان لابد ان يكون في خبر رئيسي، منشط رئيسي كان لابد وجوده، وبالتالي صار فيه موازنه ما بين ان الاولى تكون غلاف صور وماده رئيسيه. المرحلة هذه لا، أنا أعتقد أنها طلبت أيضا وجود أن تكون الصفحة الأولى صفحة رصينة مليئة بالأخبار وبالتنوع. وش الفكرة؟ الفكرة هو نهج تحريري. ايه؟ نهج تحريري، ولا أنه مترقي اليوم عاد في حيل يفتح صفحات، أو الصفحة الأولى هي أكثر انتشارا كتصميم وكذا؟ بالتأكيد تروح لك الخبر، الصفحة الأولى تكون جاذبة وأيضا تعطيك دليل وعنوان لما هو موجود في الصحيفة، وهذا بالتالي يعني يشجع الزملاء على اختيار نهج مختلف وسياسة تحريرية ممتاز. أخرى. يجي في بالكم برضو يعني الرياضي اختارت خبر الاتحاد البارحة وبنسولف عن مباراة الاتحاد، يجي في بالكم أن اليوم الصحيفة الفلانية والملاحق الرياضية في الصحيفة الفلانية راح تحدث عن المباراة، فبالتالي عندنا خبر ثاني لابد يأخذ موضوع بحكم أنه أو من باب التفرد. بالتأكيد يجي في بالكم بالتأكيد هذا يعني من الظهر ولا متأخر ولا من لا من يكون في اجتماع التحرير. متى اجتماع التحرير؟ تأخر الآن 4 العصر اجتماع التحرير، وهناك اجتماع أيضا خاص الصفحة الأولى. أنت عندك طبعة واحدة طبعا؟ أي طبعة واحدة في جميع المدن السعودية، وهناك اجتماع التحرير أيضا يتولى رئيس التحرير الصفحة الأولى. متى يكون؟ يكون الساعة 10 10 أي الساعة 10، يعني يكون في اختيار الصفحة الأولى، تكون المواد مجهزة مسبقا ويتم الاختيار عليه والتصويت عليها، يعني ليست اختيار شخص واحد ايضا. وبالتالي يتم اختيار الصورة. ناخذ في الحسبان دائما ان هذا الخبر او هذا الحدث سيكون عند جميع الصحف صحيح، فبالتالي نسعى ونحاول ان يكون الخبر يعني متميز او متفرد او النظرة له من زاوية اخرى. ممتاز. طيب نرجع مباراة الاتحاد البارح، او خلينا نسميها ليلة فيلان ويفا، يعني كيف شفت المباراة؟ عودة الاتحاد بفوز مهم من حفر الباطن، يعني روح جديدة في الاتحاد. والأهم في الموضوع الاتحاد هو مستواه متقلب هذا الموسم، الأهم في الموضوع أن الاتحاد يحقق انتصار الثالث على التوالي. ثلاث انتصارات صحيح. هذه مهمة، نقطة صحيح. مهمة وتعطي دفعة، تعطي مثل المصطلح اللي تعرفنا عليه كرياضيين أو كإعلاميين اللي هي ثقافة الفوز. الفوز يجيب الفوز. الاتحاد طبعا الفريق الاتحاد كان نجح في قلب النتيجة، لكن هذا لا يعني أن الاتحاد الآن أصبح بكامل عافيته وأن باستطاعته المنافسة على الدوري أو تحقيق أيضا مراكز متقدمة، برغم أنني أرى يعني أشوف أن الفرق الدوري لم تقدم بصمة واضحة، يعني هي متأرجحة إذا استثنينا الهلال في الكثير من الأوقات وليس في كل الأوقات. أنه اليوم الاتحاد يعني بنتيجة البارحة يعني أصبح لديه 22 نقطة، على الاتحادين أن يفكروا في ماذا الفترة الجاية؟ عليهم أن يفكروا بشيء واحد، مواصلة الفوز، وبالتالي على الأقل مزاحمة الهلال والأهلي والنصر على المراكز المتقدمة. أعتقد أن التفكير ببطولة الدوري هذا الموسم ستكون صعبة. أيضا هذا يعني يجعلنا أيضا
نقول أن الاتحاد ربما إذا أتيحت له الفرصة مثله مثل بقية الأندية ربما يكون في وضع أفضل في الموسم المقبل. تعرف أن الاتحاد مر بظروف سيئة ومنع من التسجيل. صحيح. يعني ظروفه مختلفة، الاتحاد يخوض ظروف مختلفة غير الأندية الأخرى. صحيح. الاتحاد زي ما قلنا عنده 22 نقطة. السؤال عن هل الاتحاد اليوم بهذا الشكل أو بهذا الفريق يعني عليه أن يفكر في بطولات أخرى هذا الموسم؟ يبدو جاهزا، يبدو يعني عنده شيء ممكن يقدم على مستوى بطولات مختلفة إذا ما استبعدت أنت الدوري. الدوري أنا استبعده يعني تماما. الاتحاد ربما يكون جاهز لخطف بطولة نفس قصير. يعني هو مؤهل لخطف مثل ما هو حال مثلا النصر اللي مثلا بدأ بحالة جيدة والآن تراجع. طيب الحديث عن الاتحاد، طبعا الاتحاد المفروض ما يفكر مقعد آسيوي لأنه لو فكر فيه ما راح يوصل. فبالتالي أصلا كانت هذه مستوانة من قبل أنه يا الدوري على الأقل مراكز متقدمة حتى يعني لجنة مقعد الآسيوي. اليوم ما في أحد يتكلم عن مقعد الآسيوي أصلا لأنه المشاكل المالية وعدم الحصول على الرخصة صعب هذه المهمة، وأيضا الأندية بصراحة غير قادرة على حل المشاكل المالية من أجل الحصول على الرخصة. هذا في الأخير هذا ريح الأندية وريح الجماهير في وقت واحد. ممتاز. كنت بسألك عن الهلال يمنع الحبسي من المشاركة في خليجي 23. الحبسي ليس لاعبا ثابتا في الهلال، هو في حالة تدوير يضع دياز خيار. لماذا يتجه الهلال لرفض مثل هذا الأمر؟ بصراحة أمر غريب، يعني وجود المنع، تفكير الهلاليين أصلا في المنع، وهال الموضوع هذا والخبر هذا هو خبر استباقي بالنسبة للهلاليين أو ضربة استباقية بالنسبة للهلاليين حتى يقول العمانيين لا تفكروا في استدعائه. أستغرب الهلال أن يقوم بمنعه. أيضا الحبسي هو يعني لم يجد المعاملة الجيدة من قبل المدرب الدياز، لم يتح الفرصة له كاملة. كان يعني أستغرب أن تلجأ أندية كبيرة مثل الهلال إلى جلب لاعبين محترفين وبالتالي ركنهم على دكة الاحتياط، يعني هدر مالي واضح. وبالتالي أيضا لما توقعت أنه بعد نهاية البطولة الأسوية وما صاحبها من ظروف من تسجيل لاعب من أجل خانة المهاجم، توقعت أنه عودة الفريق إلى الدوري المحلي أن يتم الاستعانة بالحبسي في كافة المباريات، ولكن هذا لم يحدث. ومن الواضح جدا أن دياز لا يضعه في اعتباراته. أنت تستغرب من الهلال أو استغربت من الهلال مرتين، المرة الأولى أنهم يتجهون لرفض استدعاء الحبسي من منتخبه، والثانية أنه يجب الحبسي وهو ويصبح احتياطيا. الحديث عن أنه حق من حقوق الهلال يرى نفس التركيبة، هو يرى الحبسي مهم دياز على الأقل حتى في معسكرة وإن كان لا يشركه، ويأخذ المشاركات الآسيوية دائما، يجد بجانب اللاعبين، يتعامل معاك قائد أحيانا على الأقل فيما نشاهد. يعني اليوم يعني والآن يرى أنه من حق مباراتين بلعبه مباراة. أعتقد أن هذا غير كافي وليس سبب أو مبرر أنك تجلب لاعب محترف بالملايين وأيضا بسمعة على الحبسي عشان يكون مع الفريق، عشان يكون مع الفريق احتياط ويكون معنويا. أعتقد أن الجانب المعنوي المفروض أن يتركونه لياس القحطاني اللي هو له 4 سنوات أو 5 سنوات هو لا يشارك وهو يكتفي بدكة الاحتياط. يجب على الهلاليين أن يفكروا أن يتركوا الجانب المعنوي لياسر القحطاني لأنه لا يشارك. لأنه لا يشارك ويتقاضى مثلا رواتب كلاعب محترف. وهذه مشكلة في الهلال؟ هذه مشكلة في الهلال، المجاملات في الهلال الآن مجاملات كثيرة، محمد الشلهوب، ياسر القحطاني، لاعب أجنبي الأرجواني، ماتيس لا يشارك، لا يدخل حتى القائمة الأساسية. تم ركنه يعني في اخر مباريات في كاس اسيا. هذا يعني انه ما في مجامله؟ اذا كان ماتياس لا يشارك معناته اصر عليه حتى اصرت عليه حتى واجهت نفسك في مفترق طرق. يعني مدرب دياز اشرك، انا كنت اتمنى منح الفرصه للحبسي مثل ما منحتها لماتياس او على الاقل مختار فلاته اللي جلبه الهلاليين وكان وقتها يعني تتغنون بهذه الصفقه ويعتبرونها صفقه كبيره جدا، وهي كذلك. انا بالنسبه لي لو تم منح الفرصه لمختار فلاته على الاقل هو سيكون المهاجم البديل. تحدثت عن منح الفرصه لمختار، لكنك عند ياسر قلت له خلوه يتحول معنوي. لا، ياسر له 4 5 سنوات أو 6 سنوات وهو يعني في الاحتياط. لا يشارك ياسر القحطاني. وياسر اعتقد ان ياسر القحطاني إصابات متكررة. أيضا هو لا يملك، أنا أعتقد يعني
لا يملك الحافز النفسي أن يجعل من نفسه لاعب أساسيا. يعني ياسر لا يفكر أن يكون لاعب أساسيا في الهلال، معجب وضعه؟ اللي يظهر لي كذلك، أنه معجب اللي يظهر لي كذلك يعني. طيب ليش الحديث عن ياسر فقط ياسر؟ ليش ما يكون شروه بنفس الطريقة؟ دائما الحديث عن عند الحديث الإيجابي شروب وياسر، عند السلبية نتجه ياسر أو تتجه لياسر تتركون شروب ياسر، لأنه كان مثلا لأن الهلال معاناة الهلال في خط الهجوم، فالنظرة والتركيز الجماهيري أو التركيز الإعلامي سيكون على ياسر بشكل أكبر. الشلهوب هناك من يغطي تلك الأدوار، برغم أن مشاركات الشلهوب أحيانا حتى وهي متقطعة وهي قليلة تحظى بإعجاب الكثيرين أو تكون أيضا فيها إيجابية كثيرة، وهذه شاهدناها في بعض المباريات. أنا باعتقادي مثلا لو سألت عن رأيي الشخصي أرى أن الشلهوب ممكن الاستفادة منه في بعض المباريات المحدودة، خاصة التي يعني مثل المباراة الأخيرة اللي مع الفتح، كان الهلال يلعب على مرمى باب واحد، يعني هذا وجود الشلهوب كان سيضع لك حلول كثيرة، بعكس مثلا ياسر اللي أرى مشاركته متقطعة. الهلال من 5 سنوات أو 6 سنوات ويجلب لاعبين أجانب، وياسر القحطاني موجود على دكة الاحتياط. ممتاز. الحديث عن النصر أيضا هو يعني موضوع ذا شجون بالنسبة للنصراويين، ويعني لعاشقي هذا الأصفر، الحديث عن أنه شبع خصم النقاط يهدد النصر هذا في الحياة اللندنية، والحديث أيضا عن أنه الفريق الذي تعادل للتو، وكتبت النادي حتى أنه الصور تتحدث عن حالك يا نصر، وكأني شفت عنوان يتحدث عن هذا هو الحال بالنسبة للنصر، تنشد عن الحال. النصر وضعه غريب هذا الموسم، طبعا تغيير المدربين أصبحت حالة موسمية في النصر، كان المتوقع أنه يشهد تحسن مع المدرب الجديد جوستافو. تغير النصر في مباراتين، وبالتالي الآن عاد أدراجه، تلقى خسارة أعتقد أنها قوية من القادسية، تعادل بشق الأنفس مع الفيصلي، النصر يعود إلى المربع الأول الآن، ولا توقع أنه سيفعل شيئا في الدوري في ظل هذه الأوضاع. الملاحظة التي تحدث بين الآن تحدث في النصر هو العتب الجماهيري، اللي أستطيع أن أسميه العتب الحاد، اللي ما أجد له مبرر، يعني من الجماهير يعني عتب حاد لدرجة المقاطعة. أيضا من حق لعيب النصر، كيف ما له مبرر؟ يعني النصراويين يشوفون فريقهم بطل دوري، يشوفون فريقهم ينافس على هالأمر، هو يتعثر فيه كل مرة، ما يحق لجمهور أن يعتب؟ لا، الموسم الماضي كان أسوأ وكان الحضور أكثر جمهور. يعني هل على النصراويين يتعاملوا أن الموسم الماضي كنا أحسن والموسم؟ لا، على الأقل يعني على الأقل. النصر ما هو بفريق صاعد للتو يعني. أنا أعرف بس أن مستويات النصر أيضا أجانب النصر غير مؤهلين بصراحة لتمثيل النصر، هذا شكلت فارق كبير. هذا يزعل الجمهور، يخليه ما يحضر. لا أعتقد أن فيه يعني يسمع لجمهور النصر. جمهور النصر حضر في بكثافة في المباريات التي أعقبت خروج الهلال من فريق أوراوا، خسارة الهلال، ورددت في يعني ساندت الفريق الياباني أكثر من مساندتها لفريق النصر، ربما هذا أقول ربما يعني. هذا كيف قست هذه؟ بحضور في مباراة رددها الجمهور بشكل فاضح. بس هو حضر عشان يرددها ولا حضر عشان فريقه وقعد؟ كان حضوره يعني، كانت هزيمة. يعني تتوقع أن النصراويين طلعوا من بيتهم 4000 أو 5000 طلعوا من بيتهم قالوا بنروح مباراة النصر هذه عشان نقول أوراوا؟ كانت محفزة لهم أنه هي خسر. إيه طيب أنا أعطيكيها بطريقة طريقة دولية، أعطيكيها بطريقة الدوري، عندما يخسر متصدر من مباراة قارية أتوقع أنه منه أنا جمهور النصر أو جمهور الفريق منافس أنه الآن هذه الفرصة مناسبة لأن يعود بمستوى أقل، فبالتالي بالضبط. لازم أدعم فريقي عشان أستغل هذه بالضبط. الفرصة بالضبط. ليش هم جايين عشان يقولوا أوراوا؟ لا بالضبط يعني. كانت بالنسبة لجمهور النصر كان يتوقع مثلا أنه هزيمة الفريق الهلالي أو خسارة الأسوية، الخسارة المتكررة يعني أقول أنها المتكررة واللي تنشر الفرح فيه لدى بعض الجماهير، وهذا من حقهم على العموم. أنا لا أمانع يعني ولا أرى بأسا أنه خسارة هي متكررة تنثر الفرح عند بعض الجماهير، تنثر وتجعلهم يحضروا مباريات فريقهم مع الفتح بنشوة طبعا. طيب
وطيب هل بعدها غاب النصراوي؟ بعدها غاب النصر، مرت الفريق النصراوي ظروف، يعني كنت أتوقع أنه مع المدرب الجديد أنه بدأ بداية قوية، بدأ بداية قوية وكانت بداية أيضا مخيفة، واستطاع أيضا تسجيل أهداف ونهج هجومي مميز، ولكن الأوضاع النصراوية أيضا كانت مخيفة لأوراوا، كانت مخيفة للجمهور الأندية الثانية الأخرى. طيب كانت مخيفة لهم أيه. بالضبط، يعني النصر فاز بالخمسة أيه. على الرائد، وكانت هذه يعني المفروض أنها تعطي دافع وبداية عودة نصراوية متميزة، ولكن هذا لم يحدث. ما أدري وش الأسباب. وش بقى في موسم النصر؟ علينا نفكر بنفس طريقة الاتحاد، بطولة قصيرة ويترك الدوري، يترك الدوري على الأقل يحقق المركز الثالث، أعتقد أنه مركز جيد للنصراويين. إذا من للدوري غير الهلال؟ من الذي يجب أن يفكر بالأهلي أو باقي له تفكير بالدوري؟ الهلال والأهلي. الأهلي باقي له تفكير بالدوري؟ الهلال باقي له تفكير. الأهلي باقي له تفكير، رغم أن الأهلي طبعا ظروف الفنية ليست على الوجه الأكمل، لكن حتى الهلال الآن يمر بظروف فنية متأرجحة يعني. ممتاز. استبعد مدير فني المنتخب الوطني كرونسلاف يوريسيتش اللاعبين فراس بريكان وعبد الرحمن غامدي من معسكر المنتخب الإعدادي في كأس الخليج، وذلك لظروف طبية ولياقية أو بدنية، وفي الوقت نفسه استدعى لاعب القادسية نايف الزازي ولاعب الأهلي صالح العمري ليعوضاهما. ايش رأيك عبد الرحمن في المعوضين صالح العمري ونايف الزازي؟ والله ان شاء الله نرجو فيهم. القادسيه يشتكي من استدعاء لاعبي خبراني والعبيد والان هزازي وكلهم اساسيين، يعني بعض الفرق كان عندهم لاعبين من الدكه. اي لاعبين من الدكه، وهذه برضو تشكل ضغط على بعض الانديه. اعتقد الانديه الكبيره هي اللي بحكم اللاعبين المشاركين مع المنتخب. هل هذه الاختيارات جعلت الادارات الانديه جعلت لإدارات الأندية عذر أمام جماهيرها، بالذات أندية المؤخرة إن هبطت أو نافست على الهبوط، يعني أن تستدعي هذه الدعوة في هاتين المباراتين القادمتين؟ هي فرصة ذهبية لتلك الأندية أنها تستدعي هذه الأشياء وتجعل يعني تجعلها شماعة. خلينا نأخذ فاصل قصير أستاذ الرحمن، وبعده نرجع لتقرير مهم طرحته صحيفة مكة عن نجوم الموسم الماضي والذين أصبحوا متفرجين هذا الموسم. وانت رايك استاذ عبد الله؟ ما شفت تحكيمهم اليوم؟ شوف لك المهزوم ده. حرام عليك يا شيخ. شفت انت انا اخذها منك ولا من دول يا استاذي؟ هذه حقائق وارقام كلنا عارفينها، بلاش تضحك على الناس. ثلاثة روح العب مع انت. من جديد متابعي السعودية الرياضية، لما كنتم متابعي الصحف، الحديث عن تقرير طرحته صحيفة مكة بعنوان نجوم الموسم الماضي من أيقونات إلى متفرجين. من صحيفة مكة، سار عدد من لاعبي الدوري السعودي للمحترفين على نهج سابقيهم وارتضوا الجلوس على مقاعد البدلاء بعد أن كانوا نجوما وأيقونات ثابتة في فرقهم السابقة، مفضلين الناحية المادية على البقاء في الواجهة والتألق. ففي الموسم الماضي برز أكثر من لاعب حتى بات مفتاحا لمعظم انتصارات فريقه، فيما أصبحوا في الموسم الحالي بعيدين عن كاميرات النقل التلفزيوني لعدم تمكنهم من حجز مقاعد أساسية، مكتفين بالتصفيق لزملائهم حال الفوز أو مواساتهم حال الخسارة.
إذن هذا التقرير في صحيفة مكة، وكان بطريقة الانفوغرافيك والصور بطريقة موزعة. ناخذ اللاعبين على السريع، وش وين راحوا وصار عليهم؟ أحمد الزين انتقل طبعا من التعاون الأهلي واختفى. أعتقد في الانفوغراف اللي عملته صحيفة مكة والتقاطة جميلة وتفكير جيد. الخاسر الأكبر لو تفحصت مجموعة اللاعبين الموجودين في الانفوغراف، الخاسر الأكبر في هذا الموسم هو أحمد الزين ومختار فلاتة. مختار فلاتة هبط بفريقه أو هبط مع فريقه إلى الدوري الدرجة الأولى، ولكنه كان هداف الفريق، كان هداف الفريق وكان حضور قوي أيضا في جميع المباريات. نايف هزازي انتقل من النصر إلى التعاون، هل هو كان أيقونة الموسم الماضي تحول لمتفرج؟ لا، هو كان متفرج. كان متفرج وانتقل لمتفرج بس في مكان ثاني. طيب، عبد المجيد الرويلي انتقل من الهلال إلى الفيحة، هل كان نجما في الهلال؟ لا، لكنه كان أفضل منه تواجده مع الفيحة بحكم أوضاع الهلال والتركيز الإعلامي على الهلال ومشاركاته. أيضا كانت له مشاركات فعالة في بداية الموسم. ممتاز. حسن معاذ عقب انتقاله من الشباب إلى الفيحة؟ لم يختلف. حسن معاذ أيضا كان سيء الموسم الماضي، بس أنه كان أساسي. الآن استبعده، كان جالكة حتى من 18 أحيانا. نعم، يعني هو الآن هو تحول من لاعب إلى متفرج. عبدالله مطيري عقب انتقاله من الفيصلي إلى الفيحة؟ عبدالله مطيري أيضا من ضمن باستطاعتنا نسجله من ضمن قائمة الخاسرين. عبد الفيصلي كان يصنع، عبدالله المطيري كان يصنع الفارق مع فريق الفيصلي. حتى بداية الموسم كان أساسي، واليوم كان أساسي وكان جيد يعني. مختار فلاتة زي ما قلت إنه طيب. علي البليهي انتقل من الفتح إلى الهلال وما شفناه. أكيد إنه من ضمن الخاسرين ولو كان بنسب أقل. طبعا الخاسرين إنه متفرجين، بس مو معناته متفرجين بدون فلوس. طيب، عبد الكريم القحطاني عاد من الهلال إلى الهلال من الرائد، ثم انتقل إلى الفيحة. يبدو كل من راح الفيحة ما نجح مرة. ما نجح، يبدو تركيبة الفيحة مجموعة أسماء تشوف على الورق مجموعة نجوم، ولكن على أرض الواقع أيضا تفتقد عملية التجانس، ما قدم الفريق الصورة اللي كان متوقع. سلام سراج مع الفيصلي عقب انضمامه إليه من الأهلي. أعتقد سلام سراج الآن قاعد يؤدي يعني يخالف القاعدة بالعكس بشكل مؤثر، وصنع له اسم وأصبح أيضا رقما مهما في النادي. طبعا هو بأهداف ودقائق أقل مشاركة مع الفيصلي، لأن كلها كانت إنجازية. أحمد شراحيلي مع الفتح انتقل من الهلال. ما تغيرت الصورة سواء من الهلال أو الفتح، لم يكن يشارك في الهلال إلا للأمور الاضطرارية، لكنه مع الفتح أيضا الفتح حالة دفاعية، يعني الفريق لا يصنع نجوم. ممتاز. ماذا عن سلطان مندش؟ لاعب اتحادي بدأ موهوبا واليوم هو في الفيصلي. الصورة على ما هي، لم تغير كثيرا بالنسبة له. طيب، محمد كنو مع الهلال انتقل إليه من الاتفاق، كان أساسي بالاتفاق، والآن هو أصبح أيضا في الهلال، بدأ يشكل رقما مهما في الهلال، بدأ المدرب يعتمد عليه في الآونة الأخيرة. أعتقد أنه مع استمرارية مشاركته سيعود محمد كنو إلى سابق عهده. ممتاز. لازم نتحدث عن استفتاء الصحف، برأيك ما هي أسباب تردي نتائج النصر؟ هل تراها اللاعبين أم غياب الإدارة أم الجهاز الفني؟ إلى الآن اللاعبين يفوزون بأكثر سببا في تردي خسائر أو تردي نتائج النصر. خلونا نشوف في هاشتاج صحف على السريع، يعني شكرا لكل من يشارك دائما، ويعني بيعذرونا إن شاء الله إذا تأخرنا في قراءة. جراح القياد يقول اللاعبين لم يتركوا أنديتهم، بل أنديتهم تركتهم، عدا من انتقل للهلال كنو وكادش وبليهي ومختار. أحمد العلياني شكرا، وكذلك محمد المقنعي يقول لماذا لا يستمر المدرب الناجح في النصر على سبيل المثال كاريني وزوران وغيرهم سريعا؟ ليش ما يستمر المدربين الناجحين في النصر؟ والله النصر حالة بالنسبة له حالة عجيبة. النصر اختياراته في المدربين كانت جيدة إلى ما قبل 4 سنوات 5 سنوات، كان النصر هو النادي الأول في السعودية للاختيارات الأفضل. عبد الله الحمود يقول دياز لو استلم الاتحاد والباطن لنفسه على الهبوط، ولو كان مدرب الباطن هو مدرب الهلال لحصل الهلال على آسيا وابتعد نقطيا بالدوري. دياز مع الهلال يمشي بالبركة، واجتهادات بعض لاعبي. عبد الله شكرا كذلك اس ام اس يقول شكرا. طيب، تحت اكيد بعين الاعتبار يا اس ام اس، يعني تحدث عن انه الحديث احيانا في
كيف تقدم الصحف اخبارها يرى انه لا يهم الرياضيين كثيرا. يعني احنا في النهايه برنامج صحفي، يعني اكيد عندنا برنامج ملعب بالليل على منافسات وعلى ما يحدث في الدوري، واحنا ايضا نتابع مع ضيوفنا، ولكن يعني نعطي الصحف ومحتواها حقها على الاقل من تقييم عندما يحضر الاستاذ عبد الرحمن جماز او ضيوف الحلقه الدائمين. وايضا فهودي شكرا، ابو عبد الله شكرا، شكرا لجميع من يشارك، ايضا شكرا لمن لاحظ مساله التوقيت، وهذه بعين الاعتبار ان شاء الله مع انطلاقه يناير. مقال الحلقه والذي اختاره الزملاء نستعرضه سويا. مقالنا لهذا اليوم من صحيفة الرياض بعنوان التحكيم والثقة المفقودة للكاتب علي الزهراني. نحاول في كل مرة أن نلقي باللائمة على التحكيم المحلي، ننتقد، نشكك، وفي مواقف أخرى نجد بيننا من يجرده من أمانته. نتفق على الكثير من أخطاء قضاة الملاعب ولا يمكن الاختلاف حولها، فبعضها كان هفوة أما بعضها الآخر فكان كارثة. شخصيا مع أهمية تواجد الحكام الأجانب في الدوري السعودي، لكنني حتما لن أصبح في قائمة من يصر على تواجدهم بمثل هذه الطريقة. نعلم جميعا بأن التحكيم قضية كل زمان ومكان، والسبب كثرة الأخطاء، لكن هذه لا تحضر مع الحكم السعودي بمفرده، وجميع من توافدوا إلينا إمكاناتهم متواضعة باستثناء كلاتنبيرغ الذي يعد الأبرز بتميز صافرته وبتميز قراراته. وبعيدا عن التحكيم، ما له ما عليه، ودي أن أشير إلى أهمية استيعاب الحملة الإعلامية الشرسة التي تستهدف منتخبنا الوطني، والتي بدأنا نلاحظها في الكثير من البرامج الرياضية. هذه الحملة ظاهرها التحليل الفني وباطنها الخبط الإعلامي، فالبعض يحاول التقليل من الأخضر ليس من باب الرؤية الفنية، بل من باب محاولة التأثير المعنوي والنفسي لنجومه وتوفير المناخ المثالي لهم قبل الدخول في مونديال روسيا 2018. إذن هذا هو مقال الحلقة. خلونا نذكر في استفتاء صحف، كان السؤال برأيك ما هي أسباب تردي نتائج النصر؟ اللاعبين 53% اختارت الجمهور أن اللاعبين كانوا هم الأكثر تسببا في خسارة النصر وتردي نتائج، 38% غياب الإدارة هو السبب، و 9% فقط يعني ذهبوا إلى الجهاز الفني الذي يبدو أنه مرضيا عنه في الوسط النصراوية. عبد الرحمن جماز، رأيك في النتيجة؟ مقنع لأن اللاعبين هم الأكثر من يتحمل، أنا ميال هذا الرأي لأنه اللاعبين. عبد الرحمن جماز الإعلامي الرياضي، شكرا لحضورك، شكرا لآرائك. شكرا جزيلا، حياك الله، شرفتنا. شكرا موصول لكم متابعي السعودية الرياضية أينما كنتم، تقبلوا تحيات الزملاء في كل مكان في القنوات الرياضية وفي الصحف. حتى الغد كنوا في رعاية الله.